بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة من مسابقة أوائل الطلبة، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا ليه question number 1 to the correct answer from A, B, C or D. It is based since we met. It is based since we met. It's 3 weeks, 1990, yesterday, school days. طبعا هنا it's يبقى مدة زمنية محددة اليمين it's 3 weeks. عارفين ان since بيجي مع سنة وبيجي مع yesterday وبيجي مع اسم noun school days، ولكن بعدها، لكن اللي قبلها بيبقى it's مدة زمنية محددة يبقى it's 3 weeks. Give me space 2 hours to think carefully. Give me other 2 hours. Others, another, the other. Give me 2, give me another 2 hours. كلمة another بيجي بعدها اسم مفرد، اسم مفرد أو ممكن تعبير رقم أو a few أو many أو a little، ولكن بعدها يبقى give me another 2 hours. Another 2 hours. Some people like meat like chicken. Some people like meat. Others like others. ليه عندنا others اللي هتتبع باسم رغم ان other other اللي هي letter A، other دي بيجي بعدها اسم، بيجي بعدها اسم أو بيجي قبلها مدة زمنية يعني، أو بيجي معناها قبلها رقم زي تعبير two other أو the other أو a few others، يعني على عكس من another. another التعبير ده أو الرقم ده بيجي بعدها وبعدها مفرد، ولكن other بيجي بعدها اسم جمع أو تسبق بالرقم. أما others لا طبعا هنا معناها alone. Amal has a bag, space her own, no one else uses it. Amal عندها شنطة خاصة بيها ما حدش بيستخدمها. تبقى هنا Amal has a bag of her own. Of معناها هنا possess أو have أو بتدل على الملكية. Amal has a bag of her own. يبقى عندنا on her own معناها alone يعني بمفرده. أما of her own means possess يعني بتمتلكها، عندها حقيبة خاصة بيها no one else uses it، محدش آخر بيستخدمها. بركان دينا سؤال read and complete the text with words from the following list. طبعا دي طبعا في passage كانت خاصة بطلاب محافظة دمياط 2022. then attractive country transport have population تعداد سكاني has. Luxor is a city in Upper Egypt. Luxor دي مدينة في صعيد مصر. The space of Luxor is 422,407 people. يبقى هنا ايه population؟ طبعا ده تعداد سكاني population. Luxor is space being described. طبعا هنا Luxor singular مفرد يبقى has described يعني اتوصفت. The world's greatest open air museum يعني مفتوحة أو متحف مفتوح أو أعظم متحف مفتوح في العالم. There are a lot of space places that tourists can visit. طبعا هنا attractive places يعني أماكن جذابة. Such as the temple of Karnak يعني زي معبد الكرنك. The valley of the Ganges وادي الملوك. It has a great system of طبعا هنا transport. You can get anywhere easily. طبعا هنا it has a great system of transport. طبعا الإجابة هنا أو الجملة مؤجبة country طبعا هنا transport. It has a great system of transport. طبعا هي this is number 4 وطبعا هو كخطأ كتابي مكتوبة. بالنسبة عندنا ل complete سؤال خاص بالجرامر عندنا. I space receive an email earlier this morning. This morning عارفين ان this morning تبقى ممكن تبقى present perfect مضارع تام أو تبقى past simple ماضي بسيط، يعني ممكن تدل على present simple على present perfect على ان الجملة تبقى present perfect او تبقى عندنا past simple، ولكن انا اختار من فيهم هنا. يا ترى اخلي الفعل
receive صيغة present perfect مضارع تام، ولا خلي الفعل receive past simple received؟ طبعا هنا انا خليه ماضي بسيط. طب ليه؟ ما بالرغم ان عندنا this morning ممكن الجملة بتدل على ان الحدث بدأ وما زالت اثاره موجودة، ولا الحدث بدأ وانت في فترة الصباح. انا خليه هنا ماضي بسيط لان استخدام كلمة earlier دخلت على التعبير this morning، هتخليه ماضي بسيط فقط again. عشان كده تبقى عندنا received ماضي بسيط فقط. يبقى احنا عندنا هنا مرة تانية this morning، لو في الجملة ممكن اخلي فعل الجملة عندنا this morning اخليه present perfect صح او past simple صح. يعني ممكن اقول I have received an email this morning. I received an email this morning. الاثنين عندنا صح، ولكن دخول earlier على الجملة هتخليها past simple فقط، يعني مبكرا هذا الصباح، يبقى الحدث بدأ وانت. I can't go out tonight because I space my homework. انا ما اقدرش اخرج الليلة لان انا عندي واجبات. انا هنا في arrangement في ترتيبات، انا مرتب في الوقت ده انا اكون بكتب واجباتي، يبقى I can't go out tonight because I'm doing my homework. I am doing my homework يعني انا اكون بكتب ايه في الواجبات. I am doing my homework. No one has just come here. No one has ever come here. No one has ever come here. Ever ليه عندنا ever هنا؟ لأن عندنا ever بتأتي في الجملة المنفية مع present perfect مضارع تام. أنا عنده مضارع تام، ever بتيجي في النفي. طب وإيه اللي عبر لي عن النفي هنا؟ No one has ever come here. Take care or you will fall. خلي بالك لا تعمل، انفعش نقول take care or you are going to fall. ليه؟ لأن or للتحذير، بحذرك فبقول لك هنا take care or you will fall. يبقى هنا معنا قاعدة will وليست am is are going to. ليه؟ لأن ده بنسميه أسلوب تحذير، والتحذير عندنا will. I sometimes meet my friends while I walk. I sometimes mean أنا أحيانا بقابل أصدقائي while I walk to school. ما ينفعش نقول I was walking، لا I am walking. While I am walking to school. ليه هنا I am؟ لأن عندنا هنا الverb. الverb هنا في present، الفعل الأول present. I sometimes meet مضارع، يبقى هنا مضارع. ما ينفعش يبقى هنا عندنا مضارع وراح أعمل له ماضي. مضارع أو مضارع مستقبل أو ماضي. احنا لما يكون عندنا قاعدة هو الماضي مستمر فبنستخدم معاه الماضي البسيط او الماضي المستمر، ولكن هنا الطرف الجملة التانية عندنا مضارع بسيط، يبقى الجملة التانية اكيد مضارع مستمر لانها بتعبر هنا عن الكونتينوس. They have been to the club for 2 hours. هنا بقول لنا صلح have been، عارفين ان have been معناه or have been مع have been to أنا ذهب وعاد، يعني went and came back. went and came back يعني ما أقول مثلا I have been to Cairo. I have been to Cairo. I am in Alex now. يعني أنا رحت القاهرة، أنا الآن في اسكندرية. يبقى هنا رحت القاهرة ورجعت، ولكن have gone to معناها ذهب ولم يعد. يعني ما أقول He has gone to Cairo. هو راح القاهرة. We are waiting for him. يعني احنا بننتظره to come back. ان هو يعود. يبقى هنا have or has gone to ذهب ولم يعود. اما عندنا have been in او have been at معناها ان هو متواجد في المكان او بيعيش فيه. معنى كده ان طبعا have or has been in للأماكن الكبيرة، والأماكن الصغيرة بتاخد حرف الجر at. معنى كده إن لو جينا نصحح الجملة اللي معنا they have been at the club، يبقى عندنا have been at لمتواجد في النادي for 2 hours منذ ساعتين. يبقى هنا متواجد في المكان have been at. طب لو قلنا they have been to for example Cairo for 2 years،
يبقى هنا they have been in Cairo. الجملة دي نكتبها مرة تانية، نفس الجملة اللي معانا they have been، ولكن هتكون هنا they have been in Cairo. They have been in Cairo for 10 years، يعني هم بيتواجدوا أو بيعيشوا في القارة دي for 10 years، يعني منذ 10 سنوات. يبقى لو مكان صغير at، ولو مكان كبير in، يعني متواجد في. أما have been to معناها ذهب وإيه وعادة. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من مسابقة أوائل الطلبة. تمنياتنا للجميع بالتفوق. اللي طبعا عجبوا الفيديو بتاعنا يعني يعمل شير ولايك للقناة، و الكل يستفاد من هذه الأسئلة. وتمنياتنا للجميع بالتفوق، والسلام عليكم.